لخص الامر هو ولات يعني ماهيش كره قدم. الناس هادم ما جاوش بالنسبه باش يلعبوا كره قدم ولا يمثلوا بلد. هم الفريق المغربي اتى الى الجزائر باستفزاء الدوله الجزائريه والشعب الجزائري. حنا خرجنا من اطار رياضي، لن نتقبل هذا. حنا نطلب من السلطات العليا لازم تكون عندها قرارات صارمه في الشيء هذا. كيما نشوفوا كيما نقولوا المقابله تاع امس، هم جاوا، هم الفريق المغربي جاء مش باش يلعب كره قدم، جاء استفزاء الشعب الجزائري والسياده الجزائريه، وحنا لا نتقبل هذا. حنا رانا خرجنا من اطار كره الرياضه، حنا ما نتقبلوش هذا. لازم على السلطات الجزائريه ولا رئيس الكونفدراليه الجزائريه لكره القدم تكون عنده قرارات صارمه، ولا نتقبل مره اخرى الاشياء هذه اللي تستفز الشعب الجزائري والسياده الجزائريه. راح لقوا الدوله، الرمز تاع الدوله الجزائريه والشعب الجزائري وقف ند لهذا الشيء. احنا لا نتقبل شيء هذا. احنا رانا خرجنا من مسير رياضي، احنا جينا نلعبوا كره قدم، ضيفناهم، جو يعني تقبلناهم بالورود، الشعب سرفق عليهم. احنا خرجنا من الاطار الرياضي هذا، لا نتقبل شيء هذا. نطلب السلطات الجزائريه والناس المسؤولين على كره القدم وعلى الرياضه الجزائريه لن نتقبل شيء هذا، ولازم تكون قرارات صارمه من الفيدرال الجزائريه. من الوليد صادي نطلب منه لازم يكون صارم باش ما نتقبلوش شيء هذا مره اخرى يستشف الشعب الجزائري والسياده الجزائريه والحكومه الجزائريه. احنا رانا واقفين شعب وحكومه، لا نتقبل شيء هذا. هو كل ما وراء هذا السيناريوهات هو لقجه رئيس الفيدرالية لكرة القدم. شفناها من بعد من فوز الاتحاد الجزائري البطولة الإفريقية والسوبر كوب، يعني كيفاه اللاعب الجزائري تحصل على كرة الألقاب شامبيونز ليغ، تحصل على أحسن لاعب ما يتحصلش على أحسن لاعب إفريقي. هذا من كل كان استفزازات حتى من الكونفدرالية الإفريقية. لازم تكون الجزائر، لازم تكون تاخذ بالعين الاعتبار شيء هذا باش ما يتكررش مرة أخرى.